بدافع من طلب الحرية والعدالة والكرامة والخلاص من الظلم والاستبداد، قامت ثورات الربيع العربي، لكن لم تسلم هذه الثورات من دخول الغلاة على الخط، خلطهم للأوراق والمفاهيم مع إقبالهم من كل حدب وصوب لينفذوا مشاريعهم السياسية البعيدة تماما عن كل المشاريع التحررية التي سعى إليها أهل البلد إلى إنجاحها كما هو الحال في سوريا. ففي ظل التطورات التي لحقت بالثورة السورية على مدى أعوامها والمراحل والمحطات التي مرت بها والتي كانت عاجزة عن نصرة هذا الشعب وثورته اليتيمة، أثبت تواطؤ بعض الدول مع النظام الذي نجح في لفت الأنظار إلى موضوع الإرهاب والتطرف والغلو، تصبح القضية السورية من أصعب الخيارات أمام المجتمع الدولي. صوت الاعتدال والوسطية في سوريا يرتفع، لكن أفكار الغلو والتشدد تنتشر أيضا في بعض الأوساط الأضعف وعيا وثقافة. لكن مما لا شك فيه بحسب السوريين أنفسهم أن المستقبل في سوريا لن يكون إلا لصالح الاعتدال والتفهم والعمل المشترك، لكن هذا يتطلب تدعيم مبادئ الاعتدال وقيمه ومفاهيمه. ليرى البعض أنه من خلال انفراد علم الثورة الأخضر باختيار الشعب وولائه واختفاء الأعلام السوداء من الساحة واستعادة هتافات الثورة الأولى يا الله ملنا غيرك يا الله تنتصر الثورة.